طبعا قبل مباراه الاهلي والترجي التونسي ان شاء الله تكون الدور التاسع من نصيب النادي الاهلي. ينضم لي سريعا الكابتن سامي انصام مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي، حاله التركيز اللي احنا شايفينها من فترات كبيره جدا ومباراه كبيره جدا مستمره حتى هذه اللحظه، لان 90 دقيقه زي ما بنقول هتفصلنا عن حاجات كتير جدا وهتحطنا في جو تاني خالص، بطوله افريقيه منها الكاس العالم للانديه، مدى حاله التركيز عايزين نطمن عليه من خلالك، ونقل لنا اجواء المعسكر ايه منذ وصولنا هنا لتونس يا كابتن سامي. لا الحمد لله التركيز مش من النهارده بس، لا من الماتش الاولاني لعيبه مصممه على الهدف دوت. جهاز يمكن انت شايف دلوقتي الاجواء عامله ازاي، معانا مجلس اداره والكابتن معانا طبعا معانا وكل اعضاء مجلس اداره معانا، كل الدعم لينا، فاتمنى ان شاء الله الامور تمشي يعني زي ما احنا متوقعين ان شاء الله. التدريب الاول النهارده كان على الملعب الفرعي للرادس، يعني عايز اتكلم بشكل عام على التدريب، ايه الاحاديث اللي اتكلمتوا فيها مع اللعيبه متركزين عليها كابتن سامي؟ مع اللعيبه عارفين لعيبتنا على قدر المسؤوليه، لكن اكيد بيبقى فيه احاديث، بيبقى فيه محاضرات، حابين برضو نطمن كل الجمهور مدى جاهزيه لعيبه النادي الاهلي لهذه المباراه. انت عارف ان اول يوم ده بيبقى انت بتحاول تعمل ريكفري للعيبه عشان، ولكن اللعيبه طبعا مركزه جدا، اشتغلنا برضو على حته الاستحواذ كويس. ودي حاجه مهمه جدا، دايما المباريات الخارجيه اللي انت لما بتحقق هدف فبتسهل لك الامور اكتر يعني، واتمنى ان شاء الله اللعيبه تستوعب كده، وهم يعني احنا حاسين الحمد لله ان هم مركزين جدا ومستوعبين جدا لكل كلام الراجل بيتكلم عليه، ويشتغل كواحده واحده بس يعني، مش حد يعني طبعا كله يتمنى ان هو يشارك، لكن كله عاوز الهدف الاكبر اللي هو ان شاء الله نحقق البطوله باذن الله. لو باكد على علاقه الشعب المصري والشعب التونسي وجمهور الترجي وجمهور النادي الاهلي، النهارده يمكن في المطار كان في اكيد يمكن كان في بعض الجماهير اكيد طبعا بتنادي وبتشجع باسم الترجي، لكن عايز اتكلم ان العلاقه دي يمكن اكيد هتفضل ممتده بكل الظروف اللي حصلت. كابتن سامي، قول لنا النهارده في المطار شفنا ايه، والجو العام كان في المطار والتشجيع الحماسي الكبير جدا من جمهور الترجي استقبلته ازاي؟ طبعا زي ما انت قلت ان العلاقه بين مصر وتونس علاقه تاريخيه، يعني عمرها ما هتبقى مباراه هي تاثر فيها يعني، ونفس الوضع برضه بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الترجي، كل الاحترام وكل الود بيننا وبينهم، زي ما انت طبيعي جدا لفرقه بتشجع فرقتها، وده حق مشروع ليها يعني من غير تجاوز، وده اللي حصل فعلا في المباراه. فرقه عاوزه فرقتها تكسب وده حقها، لكن زي ما انت قلت وزي ما بنأكد كل مره ان احنا بنحس ان احنا في تونس دي بلدنا الثانيه، النادي الاهلي بيلاقي كل الترحاب في تونس في ترجي، واحنا نفس القصه الوضع، فاتمنى ان شاء الله الامور تمشي زي كل مره، وان العلاقه دايما تكون فيها ود واحترام بين الفريقين. نقطه فنيه كان مدرب الفريق النادي الاهلي وهو غياب وليد ازارو، يمكن انا اعتقد ان ده هيدي دفعه كبيره جدا للاعبين، يعني غياب وليد ازارو هيبقى في صالح لعيبه النادي الاهلي لان هيكون في الجهد مضاعف، تتفق معايا في هذا الكلام يا كابتن سامي ولا لا؟ مليون في الميه طبعا، انت عارف والراجل اشتغل على كده من اول السنه، ان كل اللعيبه عندها كل اللعيبه احنا محتاجينها، وكل لعيبه مؤثره جدا. وليد طبعا قوه لا يستهان بيها، ولعيب مؤثر جدا ولعيب دولي، لكن ما تنساش برضو ان احنا عندنا مروان وصلاح محسن، الاثنين من بيلعبوا في منتخب مصر. مروان ما شاء الله في خلال اربع ماتشات الاخر سواء مع النادي او مع المنتخب بيسجل، عندنا صلاح محسن نفس القصه، فكلنا ثقه فيها يعني، ومش معنى كده ان مروان لعب عشان وليد، لا بالعكس، هي الظروف هي اللي بتحتم علينا كده، لكن احنا عندنا ثقه في كل اللعيبه الموجوده ان شاء الله، نتمنى له التوفيق، نتمنى وليد يرجع طبعا لينا قوه. اخيرا رسالتك ايه لكل اللعيبه؟ ان شاء الله ثقتنا كبيره في الجهاز الفني وفي لعيبه النادي الاهلي باذن الله، البطوله التاسعه تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. كابتن سامي امصام، ممكن يقول لكل لعيبه الاهلي قبل هذه المباراه الهامه والمرتقبه لكل جمهور النادي الاهلي؟ لا انا رساله الجمهور اكتر من اللعيبه، لان اللعيبه متحملين المسؤوليه جدا، ودايما ده عهدنا بلعيبه النادي الاهلي، واحنا عن نفسنا برضو كجهاز ان احنا نتمنى ان شاء الله نحقق البطوله ديت. النادي الاهلي يستاهل كل ده، جمهور النادي الاهلي يستاهل كل دوت، وزي ما قلت ممكن احنا كنت سجلت معاك من بدايه البطوله ان احنا هنقاتل لحد اخر وقت عشان نسعد جمهور النادي الاهلي، كل المنظومه في النادي موجوده هنا، سواء الكابتن من اول كابتن خطيب، مجلس اداره كله، جهاز الفني، اللعيبه، عشان تحقق الهدف ده. انا عارف ان هي بطوله غاليه جدا جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي وبالنسبه للجماهير، اتمنى ان شاء الله ان احنا نحققها، واعتقد ان احنا ان شاء الله بنتعب وبنخلص بناخد بالاسباب، وان شاء الله انا واثق 100% ان شاء الله ان ربنا ان شاء الله يعوضنا خير باذن الله بالبطوله. جزاك الله كابتن سامي، والتوفيق ان شاء الله. شكرا. بنشكرك كده كابتن سيد، كابتن سامي.